احوق الفسيخ. هي هي الكهرباء تبعي يعني ما في ليش ما في بضلني عم طرطق وغني وما فيني وقف عن هذا المطرح يعني. مثل ما نحن بنعرفها للطنجرة هي اللي بنطبخ فيها وضمن ضغط معين لتعمل الأكل اللي بيستوي أطيب وكطنجرة ضغط بس إنه كمان فيك تشبهيها مثل راس البني آدم إنه طنجرة ضغط كتر ما في ضغط عند هذا البريشر في له تنفيسة. الأشخاص اللي يساعدونا هن يساعدونا على الصعيد الشخصي لأنه هن رفقات، والحمد لله بأول تجربة كانت لأن مع آفاق كانت كتير تجربة حلوة لأنه كنت أنا أول مرة بحياتي بعمل ألبوم إنه فيني حسه لإلنا، مش إنه حدا عايرنا استديو ولا شيء، إنه إجوا عطونا مبلغ معين وقدرنا نحن بهذا المبلغ نعمل شيء كان كتير صعب لأنه نقدر نعمل. سياسيا مثلا كثير عالم سالونا انه انتم باند مسيحيه وكذا سياسيا ليش ما بتشتغلوا على هذا الشيء؟ فاحنا الصراحه كان بالنسبه لنا ايماننا بالموسيقى كثير اكبر من ايماننا بالسياسه بحد ذاته. اهميتهم انه عم يعطوا امل للعالم انه يضلوا عم يشتغلوا على شيء، يعني بعد ما نحن قدمنا على افاق كانت افاق يمكن عم تعطي لنسبه اقل من العالم هيك وعم تكبر تكبر تكبر. مشان هيك كان بالنسبة لي الموسيقى هي الباب الوحيد اللي بيخليني اجي اعبر ونفذ وطلع كل هذا الشيء اللي بحس فيه جواتي سواء كان شيء حلو ولا هو غضب ولا هو اللي هو فبيطلع عن طريق الموسيقى بعبر فيه عن طريق الموسيقى لأنه هي أكثر حل سلمي.